مباشرة من شلفت المباراة لعبت على الساعة 7 وانتهت على الساعة 9. طبعا تعثر جمعية شلف بميدان التعادل وبعد كيف قايت يتقاسم الريادة رفقة ودية المساء. الجمعية عبد النور مرشح بقوة للصعود. صحيح، يعني الجمعية رغم انه ضيع زوج نقاط اليوم ضد منافس قوي اتحاد بسكرة، لكن يبقى يعني المرشح للعب الصعود. نفس الشيء بالنسبة لاتحاد بسكرة الكريم. أعطينا طبعا هاي الصور التي نشاهدها سويا. غدا بإذن الله سيكون هناك موضوع بتقرير زميلنا بلال بناري قلت في برنامج استوديو المحترفين بأكثر تحديد.